يسعد صباحكم وصباح الرياضة النسائية واليوغا في السعودية. فبمناسبة اليوم العالمي لهالرياضة يوم السبت، احتفلت القنصلية الهندية بجدة واللجنة العربية لليوغا بدعم من اتحاد الرياضة للجميع بهدف تبادل الثقافة وتعزيز الصداقة بين الجالية الهندية والممارسين السعوديين لليوغا من رجال ونساء. وأكيد كتير حلو نشوف هالاهتمام باليوغا بالمملكة العربية السعودية والتعرف على فوائدها خاصة للنساء، ومن أهمها سريعا التخلص من الاكتئاب، تحسين الاستقلاب، تخفيف آلام الظهر، واللي بيشجع أنه يمكن ممارستها بأي مكان وبتهدي الأعصاب. ومن اليوغا إلى فن الباليه، فنشرت صحيفة الاندبندنت مقال بعنوان الفراشات الصغيرات يراقصن الألحان. المقال يتحدث عن جهود فردية وأكاديميات مخصصة على أيادي سيدات سعوديات، استعنا بمدربات عرب وكوادر أوروبية وأمريكية. وكشف المقال عن إحدى المدربات أن هذا الفن ليس حكرا على الفتيات صغيرات السن، بل تقبل عليه شابات ونساء ما بين عمر 18 وال 35 عام. وإلى كأس العالم الناعمة وأحدث المتأهلين إلى دور 16 في هالبطولة المقامة في فرنسا. بطل النسخة الماضية المنتخب الأمريكي والسويد انضم إلى إيطاليا وإنجلترا وهولندا وكندا وألمانيا، والمنافسات مشتدة والحضور الجماهيري ولا أروع، وكان الجمهور الهولندي ضمن الأكثر حماس بين جماهير المنتخبات. مش بس الجماهير الهولندية متميزة، كمان المنتخب وأكثرهن تألقا هي المهاجمة فيفيان ميديما اللي حققت رقم قياسي بعدد الأهداف. وانتشرت هالصور بعنوان شكلك لما توصل لهدفك 60 وانت بعمر 22 عام فقط. وسبق وتوجت فيفيان بجائزة أفضل لاعبة بالدوري الإنجليزي هالموسم مع ناديها أرسنال. وإلى بلاد السامبا الذي يمارس فيه الأطفال كرة القدم مع أولى خطوات المشي، وموهبة جديدة تعبر عن متعة كرة القدم. البرازيلية مارتا أول لاعبة تسجل في 5 نسخ مختلفة من كأس العالم للسيدات، وهي من سجل هدف البرازيل الأول هذه النسخة، وعززت مارتا رقمها كأكثر لاعبة تسجيلا للأهداف عبر تاريخ بطولات مونديال السيدات برصيد 16 هدف. وبعيدا عن الموهبة للأسطورة البرازيلية، عبرت عن مطالباتها بإنصاف كرة القدم النسائية من خلال ارتداء أحذية رياضية مع إخفاء شعارات الشركات الراعية، والسبب أنه هالشركات لا تعطي اللاعبات ما يستحقونه من عقود بحسب رأيها. واحتفلت بهدف السامبا أمام أستراليا من خلال إشارتها للحذاء اللي حمل رمز المساواة باللونين الوردي والأزرق. ولأجل المساواة، تخيلوا أنه في حدا بيرفض يتشبه بميسي. استيفيانا بانيني قائدة المنتخب الأرجنتيني شبهوها بميسي، ولكن هالأمر أثار غضبة وصرحت أنه هي ليست ليونيل ميسي ولازم الناس يعرفوهن بأسمائهن، وهذا هو الأمر اللي عم بيقاتلوا من أجله وهو المساواة. ونروح للمنتخب الأمريكي اللي أهدى بلاده 13 هدف بمباراة واحدة أمام تايلاند، الأمر الذي يدعو للاحتفال والتصفيق، فوز تاريخي بالتأكيد. ولكن صار عكس هذا الشيء، هجوم ونقد سلبي هو كل ما تلقته سيدات المنتخب والمدربة جيل إليس، والسبب هو المبالغة بالاحتفال بإذلال خصم متواضع كما وصفت الصحف. واعتبرت فئة كبيرة من محبي الكرة أن هالتصرف يدل على قلة احترام، خصوصا وأن الخصم التايلاندي يخوض النهائيات لثاني مرة بتاريخه. أما مدربة المنتخب الأمريكي إليس دافعت عن لاعباتها وقالت أن هالبطولة عالمية وكل فريق وصل هو أكيد فريق رائع، وأضافت لكي تظهر احترامك للفريق المنافس يجب أن تقدم كل ما لديك ضد هذا الخصم.
وعلى الجانب الآخر كتب أحد المستخدمين: الفائز الذي يفتقد إلى الرقي أسوأ من الشخص الذي لا يتقبل الخسارة. ولكن بوجود دعم كبير من أشهر نجوم الكرة الأمريكيين والتايلانديين، فاجأت نيونغ مدربة المنتخب التايلاندي الجميع بردة فعلها، فتشكرت كل محبي الكرة حول العالم على مساندة سيدات منتخبة من خلال التويتر، وأكدت أنه هالشيء أعطاهم دفعة معنوية، وختمت الكلام بأنهم أصدقاء، يعني الروح الرياضية تنتصر. ومش بس الروح الرياضية في تطور، كمان في تطور كبير طرأ على الكرة النسائية مؤخرا. هذا الكلام اللي كشف عنه المدير السابق للمنتخب الألماني بيرتي فوكس، ولكن النجم الألماني مستاء جدا، والسبب هي التغطية الإعلامية لمونديال السيدات، وأكد أنه طريقة شرح التفاصيل بالمحطات التلفزيونية كما لو أنها الرياضة غير معروفة على الإطلاق ومختلفة تماما عن كرة القدم للرجال. بالفعل في تجاهل كبير لهالبطولة، خصوصا التغطية الإعلامية باللغة العربية ضعيفة جدا، ولكن نحن عم نحاول ننقل هالأجواء وندعم الرياضة على أمل نشوف مشاركة عربية بالمستقبل. وهلأ رح نروح بجولة حماسية من قلب الحدث. مثل ما لحظة الفوز بتمنح اللاعبات فرحة كبيرة، إلا أنه أحياناً بيضطروا يدخلوا الملعب بظروف قاسية، وهذا الشيء اللي حصل مع لاعبة المنتخب الإنجليزي كيربي يلي واجهت الأرجنتين في يوم الذكرى الثامنة على وفاة والدتها، الشيء اللي دفعها للانهيار لحظة انتهاء المباراة. ووسط كل الحزن كانت مساندة المدرب فيل نيفيل هي المشهد الأجمل، فأحياناً لا تقتصر مهمة المدرب على التدريب فحسب، بل اهتمام بمشاعر وأحاسيس لاعبيه وكأنهم أولاده. خلصت أخبارنا لليوم، الآن عودة إلى هاني وسارة.